أشاد فخامة الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالدعم اللامحدود من قبل جلالة الملك المعظم لدعم اليمن ومؤسساته الشرعية وإنهاء معاناة الشعب اليمني. جاء ذلك خلال لقاء العليمي مع السيد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي بالعاصمة المصرية القاهرة، وثمن العليمي حرص جلالته على مساندة مجلس القيادة الرئاسي اليمني في ممارسة مهامه، مشيدا بدعمه الثابت والدائم للسلطة الشرعية ومشاركة مملكة البحرين الفاعلة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية. كما أشاد العليمي بالدعم المتواصل من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدعم الشرعية في اليمن على كافة المستويات وإنهاء معاناة الشعب اليمني، معربا فخامته عن تقدير مجلس القيادة الرئاسي والشعب اليمني لدور البرلمان العربي بقيادة السيد عادل العسومي في دعم اليمن ومؤسساته الشرعية. من جانبه أكد العسومي أن البرلمان العربي لن يتوانى عن دعم جمهورية اليمن وسيواصل جهوده لمساندة ودعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.